السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم، وصباح الخير وتحياتي للجميع. في ديرنيير مينيت، ديرنيير مينيت الكانتي اللي غيكون اليوم في الشونتيي، فرانشو فاتيف ديال هدي الأصلية، هدي فرانشو فاتيف أصلية. أما ديالي أنا غنبارطاجيها معكم الخوت، الأصلية عاطية 3 5 12 8 و 9 12 11 1 4 7 16 6 16 10. نون سيتي عندي هي أنديس. هادي بالنسبة ديالي الإخوان، هادي ديالي الإخوان، دو تروا دوز كنز سانك، دو تروا دوز سانك، أن ويت كنز، أن ويت كنز، أونز ديس كات تريز كاتورز نيف. هادي اللي غادي نخدم عليها أنايا، كنقادا وكنخدم عليها. بالنسبة لكرون فافوري هو الدو، المنافس ديالو هو التروا. التروازيام فافوري غيكون رقم 5 وعد 12. المهم الخوت اللي غادي نختار انايا، غادي نختار واحد المجموعه ديال الخيول الخوت. عجبتني ديك لالين ديال رقم 8 مول 15، الويت وال 15 هما عجبوني هاد الخيول هادو. 8 ديجا عنده الخساره مع العشرة في 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 الشونتيي في الغازون، بجوج عندهم فينيسيون زوينه. دونك الاخوان غادي نختار كاول عود، كاول عود الاخوان ربما غادي يكون هو اندري فابر. اندري فابر هو كاول عود، هو الرقم 2. غادي نكونفيرمي مع رقم 5، وغادي نمشي ندخل عند الواحد، وكذلك عند لوديس. ولو ان هذا العود ديليسي، وغادي نزيد لو 15. الخساره اللي كان خسرها مع الويت لوجيك خصو يكون ال 11 جوابل. هادو جوج اربعه سته سبعه ديال الخيول. المهم الخوت، لان اختاريت الخمسه حسن ليا من الربعه، واختاريت الجوج حسن ليا من الثروه. المشكل فين غادي يكون؟ المشكل اخوت غيكون عندك الدوز وير دوز، لان ربما اليكسيس بوشان مد موزي فابر او مدام فابر. المهم اخوت خليتو كاضافي جوج ديال اللي في ميلاتهم هادو، يعني جوج 5 1 10 15 8 11 12. هادي هي لا ديرنيير مينيت الخوت. تحياتي لكم، خلينا لكم الراحة، ودمتم في رعاية الله وحده، ومع السلامة.